بالنسبة حق حالات التحرش اللي قلتوا زايدة جدا في الفترة الأخيرة، من وجهة نظري أنا ما قاعدة أشوفها زايدة. إحنا اللي زايد عندنا التصوير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. فإذا قلت لي إن حالات التحرش زايدة، هي نفسها ما زالت مثل حالات أي ظاهرة إحنا قاعد نشوفها تظهر أمامنا بكثرة، أو قاعد نشوف الشكاوى عنها تظهر على منصات التواصل الاجتماعي بأكثر من ما هو موجود. الجزئية الثانية، أنا سمعت وايد عن اللي القوانين اللي يجب أن تفرض على المتحرش وغيره. القوانين موجودة، الدولة ما قصرت، وزارة الداخلية، وتم سن مجموعة كبيرة من القوانين. هل تم تطبيقها؟ هني هذا اللي احنا نسأل هذا السؤال، هل هناك تطبيق لمثل هذه القوانين؟ هل احنا قاعد نشوف القوانين الرادعة يتم تطبيقها 100%؟ أم في تساهل؟ اللبس مهما يكون شوف أنا اللبس ما أتكلم عنه، ليش؟ لأن المرأة أيا كانت وكأيا كان لبسها ممكن يتم التحرش فيها، سواء كانت متغطية من رأسها ليريلها بأسود، أو لابسة ألوان وتمشي وهي ميني جوب أو ميكرو جوب. ما أقولك بس بالكويت، أنت حتى في مكة قاعد يتحرشون أثناء العمرة، أنا هذا شفته. فأنت الناس بيت الله قاعد يتحرشون، ما ياتك يعني بيت الله يتحرش في شنو مثلا؟ يعني بأي لبس اللي ممكن أنت تتكلم عنه. طريقة التحرش هي أمراض عقلية، يعني أنا آسفة بس أنا أقول إن في ناس عندهم نقص في جانب معين يبي يظهره عن طريق التحرش. أنا قوي، أنا مثلا فيني ماتشو يسمونها رجولة زيادة. أو بالنسبة حق الجزئية الثانية، ترى في سيدات يتحرشون في الرجال وأشكره وشفتهم. أنا ما أبي أحمل المرأة، بس ما يخالف عزيزاتي النساء تحملوني فيها النقطة. هناك بعض التصرفات الإيحائية اللي ممكن تصدر بشكل غير مباشر وغير مقصود من النساء، هذه تفتح باب للتحرش. بالمقابل نفس الشيء للرجل،